أخيرا أخيرا وصلت وصلت غابة غابة الأسد الأسد سيمبا. سيمبا. أنا أنا جاية جاية لك لك النهاردة النهاردة بالخطة بالخطة الشريرة الشريرة يا يا أسد أسد سيمبا. سيمبا. معايا معايا بيض بيض الكندر الكندر السحري السحري ده، ده، بيض بيض كندر كندر الجدة الجدة الشريرة. الشريرة. هتشوفوا هتشوفوا دلوقتي دلوقتي هعمل هعمل إيه. إيه. يا سيمبا اصحى يا سيمبا، روح عند التل الكبير، هتلاقي هناك بيت كندر هدية ليك يا سيمبا، كله انت ومراتك وابنك. ها ايه ده؟ ده شكله كان حلم، مفيش حد بيكلمني ولا حاجة. ايه ده؟ مفيش، انا حلمت ان في بيت كندر عند التل الكبير ليا انا ومراتي وابني. انا هروح اشوف ده حقيقي ولا لأ. يا سلام، ده طلع الحلم حقيقة، وفي بيت كندر اهو موجود عند التل. انا هاخدهم بسرعة، ده هما تلاتة، واحدة ليا واحدة لأم سيمبا وواحدة للواد سيمبا. اما اخدهم بسرعة واروح لهم الكهف. اي سيو، برافو عليك يا سيمبا، بتسمع الكلام والخطة ماشية تمام زي ما انا عاوزة. ايه ده يا ام سيمبا، انت لسه نايمه انت والواد سيمبا؟ دول هيفرحوا قوي اول ما يشوفوا بيض الكندر ده. يا سيمبا يا سيمبا يا ام سيمبا، اصحوا شوفوا جايب لكم بيض كندر. بيت كندر؟ انا سامعه بابا ان انت بتقول جايب لنا بيت كندر. انا صحيت اهو يا بابا وعايز اكله كله. يا سلام يا ابو سيمبا، اول مره تجيب لي بيض كندر مع سيمبا، بس شايف شكله غريب ازاي من بره، زي ما يكون بيض شرير كده. لا 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 يا ام سيمبا، ما تقلقيش، ده بيت كندر حقيقي، يلا ناكله بقى كلنا، يلا ده لذيذ جدا. معاك حق يا بابا، يلا وزع البيض علينا. اتفضل يا سيمبا، اتفضلي يا ام سيمبا، والبيضه دي ليا، يلا بينا نبدا ناكل البيض مع بعض. بسم الله. هم 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 هم. اي 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 يا بطني، ايه ده اللي بيحصل لنا ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ هو احنا اتحولنا ايه كده؟ انا مالي لابس هدوم الجدة الشريرة؟ انا بقيت سيمبا جدة شريرة، وانا يا ابو سيمبا بقيت ام سيمبا الجدة الشريرة، وانا بقيت سيمبا الصغير الجدة الشريرة. يا بابا انت وماما زيكم. يا سلام يا ولاد، احنا بقينا عائلة الجدة الشريرة وبقينا اشرار. يلا بينا دلوقتي نروح نخلص على الحيوانات وناكلهم كلهم. يا سلام عليك يا ابو سيمبا وعلى افكارك، ده هتبقى حاجه حلوه قوي واحنا بناكل الحيوانات. يلا بينا. انا جعان اوي. اي سي يو. انت رايح على فين يا سكار؟ الحيوانات بتجري. رايح اشم شويه هوا، وسع لي بقى. يا خبر يا سكار، هو انت ما سمعتش عن الجده الشريره؟ ده في ثلاثه جده شريره في الغابه. ايه انت بتقول ايه؟ ثلاثة جدة شريرة مرة واحدة؟ يعني مش جدة واحدة؟ يا خبر يا خبر، ايه ده؟ انا لازم اروح. متشكر جدا يا قرود انك قلتلي، انا لازم اروح استخبى دلوقتي. ايوه انا كمان هروح استخبى في بيتي. اجروا بسرعة يا حيوانات الغابة، الجدة الشريرة جاية علينا، معاها تلاتة جدة شريرة هيخلصوا عليكم. كل واحد يستخبى في بيته بسرعة ويخبي عياله. يلا يا حيوانات الغابة، اجروا يا حيوانات الغابة، في جدة شريرة. شريرة وجاي لكم يا حيوانات الغابة، عايزة اكلكم كلكم. اي سي يو، انا سيمبا الجدة الشريرة، جاي لك يا حمار عشان اكلك هم الهم. يا خبر يا خبر، هو الاسد سيمبا اتحول جدة شريرة امتى؟ الحقوني يا حيوانات الغابة. استنى عندك هنا يا حمار، انا جعانه قوي. يا خبر يا خبر، ده صحيح الكلام اللي بيقوله في الغابه، ام سيمبا جده شريره، ام سيمبا جده شريره، اعمل ايه دلوقتي؟ هم 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 ه
يا سلام، كان طعمه حلو قوي. يلا بينا ندور على حيوانات تانية علشان انا لسه جعان. اي سي يو، انا سيمبا الصغير الجدة الشريرة، هروح اكل الخروف اللي جاي هناك ده. ايه ده يا سيمبا، هو انت بقيت جدة شريرة انت كمان؟ الحقوني يا حيوانات الغابة. يا سلام، الخروف ده هاكله دلوقتي وهيشبعني. هم 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 هم، تعالى لي يا حلو مبكلك. ايه ده طعمه لذيذ قوي. انا لازم اروح دلوقتي اشوف ماما الجدة الشريرة فين وبابا الجدة الشرير فين. جرى ايه يا سكار يا منيل؟ هتفضل قاعد في الكهف ده كتير ومحبوس فيه من غير ما نشوف حل لاخوك سيمبا. ايوه يا اختي، احسن ما ياكلنا. اسمع الكلام اللي هقولك عليه يا سكار، انت لازم تخرج دلوقتي من الكهف وتقضي عليهم هو وعيلته علشان تبقى ملك الغابة. انا لو طلعت هياكلوني، انت عايزاهم ياكلوني ولا ايه؟ انا عارفة انك جبان يا سكار، انا هقولك على خطة لازم تنفذها بسرعة. روح اسرق البدلة بتاعت ايرون مان والبسها، ساعتها هتعرف تقضي على سيمبا وعيلته وتبقى انت ملك الغابة. يا سلام عليكي يا زيرة وعلى أفكارك، حلوة قوي. أنا هروح بقى دلوقتي ألحق أسرق بدلة إيرون مان وأقضي على سيمبا. واديني جبت البدلة بتاعت إيرون مان من غير ما ياخد باله، إما ألحق بقى ألبسها قبل ما إيرون مان الحقيقي يوصل وأروح أقضي على سيمبا. From home interface. يا سلام عليك يا سكار في بدلة ايرون مان، اخر شياكة. ده البدلة دي حلوة قوي، مش هرجعها خالص لايرون مان، انا هخبيها. بس الاول اروح اقضي على سيمبا وعيلته علشان بقى يخلال الجو واقدر ابقى اكون ملك الغابة اخيرا. يلا يا سيمبا يا جدة يا شريرة، لازم تنتهي دلوقتي علشان ابقى ملك الغابة. مع السلامة يا سيمبا، انا رايح لمراتك وابنة. ايه ده، الحمد لله انا بقيت اسد زي ما كنت. انا مش عارف حصل ايه، بس المهم ان انا رجعت. هروح اطمن بقى على الغابة واشوف اللي حصل. ودلوقتي بقى دورك يا ام سيمبا، انت وسيمبا الصغير. يلا. ودلوقتي خليل الجو بقى، هروح ابقى ملك الغابة. ايه ده يا سيمبا، الحق انا رجعت تاني زي ما كنت، وانت كمان، ده احنا كنا اشرار قوي دلوقتي بقينا طيبين. ايوه يا ماما الحمد لله. امال فين بابا؟ يلا نروح ندور عليه. اسمعوا بقى يا حيوانات الغابة، من النهاردة أنا ملك الغابة الجديد، لأن أنا بقى اللي خلصت على سيمبا وام سيمبا وابنهم سيمبا اللي كانوا عاملين نفسهم جدة شريرة وأشرار. انت بتعمل ايه يا سكار؟ هو انت فاكرني مت بجد ولا ايه؟ ده انا رجعت اسد زي ما كنت وما بقتش شرير بفضل الضربة بتاعت ايرون مان. شكرا يا ايرون مان. ايه الكلام ده؟ انت بتقول ايه؟ رجعت تاني اسد زي ما كنت بسبب الضربة بتاعت ايرون مان؟ يا ريتني ما فكرت اكون ايرون مان في يوم من الايام. انا طول عمري غبي، عمري ما هكون ملك الغابة. متنسوش يا أصدقائي تعملوا لايك للفيديو وكمان اشتراك في قناة حواديت نوها علشان يوصلكم كل جديد، وكمان تفعلوا الجرس